بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله العظيم سلطان، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تتمة للدروس التي بدأناها حول التزكية، والتي توقفنا معها عند قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وبينا أن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية فتح لنا أبواب لمجموعة كبيرة جدا من العلوم التي هي في حق البشرية غيب، وهي محض علم من علوم الله عز وجل، ساق الله لعباده ليرتقي بفكر الناس وليسمو بحياة الناس سموًا لا حد له ولا نهاية. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكركم أي شرفكم، عزكم، سموكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، كل دي معاني ذكركم. فرب ساق لنا هذه العلوم التي لم تبلغها البشرية ولن تبلغها البشرية، والأمة لو علمت هذه الحقيقة وواجهت بها العالم لنهث العالم وراءها. لكن الكارثة أن الأمة جهلت ما عندها، وبجهلها خسرت البشرية كلها ما في هذا الجانب من علوم لا سبيل الإنسان إليه، خسارة كبيرة جدا. ففساد المسلمين وحرمانهم من الدين والحلول بينهم وبين الوحي، والحرب المشن عليهم في كل واد وناد حتى لا كاد العالم يفرغ نفسه لدرس الدين، حربت البشرية كلها في الفضل. قلنا أن هذه المجموعة مجموعة كبيرة جدا. النبي نص على ثلاثة منها، ليس كلها، بل جعل منها ثلاث مجموعات غير الباقي، خصها بالذكر هنا فقال: فصل القرآن فيه نبأ من قبلكم، وهذه تحدثنا عنها بنفس التفصيل. وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. حكم ما بينكم باختصار برضو شديد، لأن في مجموعتين الآن نتحدث عنهم، وده جزء مما علمنا الرب وليس الكل. يعني هذه المجموعات الثلاثة جزء وليس الكل. قال: فيه حكم ما بينكم. الرب سبحانه وتعالى أعلم بخلقه من خلقه بالنزاع، وعلمنا أن الإنسان ليس مجرد ظاهر فقط، بل جعل الرب أسراره في صدر الإنسان وليس الظاهر منه. هذه الأسرار كم كبير من الطاقات الرب أودع الإنسان، وجاءت أحكامه لها، وجعلها المصدر الرئيس للتزكية والتقوية، وخص الصدر بالذكر لأنه إن شئت مجازا كل الصدر هو الإنسان. الصدر الذي جاء بالنصوص يعني الصندوق هذا في الإنسان، بلغة العصر أو الأطباء يشمل الصدر والبطن، ما عدا الصدر في الإنسان أطراف، الذراعين أطراف، الساقين أطراف، العنق والرأس أطراف. فالإنسان صدر. ما معلومات الإنسان على الصدر؟ صفر. الصدر هذا حوى أخطر قوة في الإنسان، قوة مش قوة واحدة.
طبعا كلنا جعلنا بحوثنا التربوية وغيرها تدور حول ما يظهر لنا من الجوارح الظاهرة الخمسة: السمع، البصر، الشم، اللمس، الكلام. هذه الجوارح الظاهرة ده جزء من الإنسان، الجزء الحقيقي في صدره، الجزء الحقيقي في الصدر. طيب ماذا في الصدر؟ أولا الروح، ودي سر حياة الإنسان أصلا، بل إن شئت تقول هي الحياة، لأن الإنسان بدونها لا قيمة له. ماذا كان الإنسان قبل نفخ الروح؟ لا شيء. إلى أي شيء سيصير بعد سلب الروح؟ لا شيء. ما هي الروح؟ كلنا نقر أن فينا الروح، ولا في إنسان منا يحيى بلا روح؟ ها؟ حد عاش منكم غير روح؟ طيب ما هي الروح؟ البشرية منذ آدم إلى يوم الناس هذا تبحث عن الروح. هل وصلنا لمعلومة واحدة عن الروح؟ ولا معلومة، ولا معلومة. وده أمر جلل، ده هو الحياة. ولذلك الشاعر لما قال يعني فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان، إحنا حياتنا بالروح. ما معلومات عن الروح؟ صفر، ولا نصل شيء. لذا يقول تعالى: يسألونك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الرب في القرآن يفصل لنا الروح دي، وأنها خلق من خلق نسبها الله لذاته تشريفا، لا كما اعتقد بعض الناس أنها جزء منه، ودي كارثة كبيرة جدا. لما يقول تعالى: وطهر بيتي، إذا بيت العيش فيك، ولا نسب البيت لذاته تشريفا. الياء هذه تسمى ياء النسب، والناء تسمى نون النسب. نتحدث عن نفسي يقول بيتي أو بيتنا، ثيابي ثيابنا، مسجدي مسجدنا، كلنا نتكلم بياء النسب ونون النسب. نقبلها في كل الكلام ونحرفها في كلام رب لنا. هو بيته، نسبه إليه تشريفا، وكذلك الروح مخلوق خلقه. فمرة ينسبه لنفسه بالياء، مرة بالناء. يقول: ونفخت فيه من روحي، ومرة يقول: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر صدر. فهي مخلوق خلقه الرب ونسبه لذاته تشريفا. يبقى لما يقول نفخت فيه من روحي، قال عن آدم وقال عن عيسى، ها؟ يبقى عيسى جزء من الرب، نجعله جزء من الرب، ولا نفخ. وإن كان هو جزء، طب آدم إيه؟ لما وقع في حاجة قال لك يبقى كلنا، ما كلنا في نفخة روح، يبقى كلنا من الرب، جزء من الرب. لما حاول قال لك يبقى نحن أبناء الله وأحباء، فرد الرب قال: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لو أنتم أبناء وأحباؤه، في أب يعذب أبناءه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بل أنتم بشر ممن خلق، يبقى جسم وروح خلق. بل أنتم بشر ممن إيه؟ خلق، يعذب من شاء ويغفر من شاء. إذا ندرك الروح متى خلقت؟ أرواحنا كلنا متى خلقت؟ مع خلق الأبدان؟ احنا كلنا عارفين خلق الأبدان في رحم الأمهات. طب والروح متى خلقت؟ الرب بين أن الروح خلقت مع خلق آدم، الروح كلنا. وأخذ الرب عليها المواثيق والعهود مع آدم. وفي هذا نص كتاب، نص السنة، في الحديث الصحيح ثابت في صحيح البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهر آدم وأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. داخلين احنا فيها ولا غير داخلين؟ كلنا داخلين.
ألسنا ذريتي؟ طيب، فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قمصة وأشهدهم على أنفسهم، أخذ عليهم العهد والميثاق. ثم تلا النبي الآية خاصة بعهد الميثاق، وده نص آية، وفيها يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى كلنا وجدنا أرواح في الأزل مع آدم. من يأذن الله له بقطع الرحلة؟ في وسط الرحلة في مرحلة انتقالية، يبقى من الأزل إلى الأبد في مرحلة انتقالية، هي حياتنا الدنيا. حياتنا الدنيا، الحياة الدنيا كم عمرها في الزمان؟ أصغر مرحلة تذكر 60 سنة، لا قيمة لها في عمر الزمان، لا فيما مضى في الأزل ولا فيما هو آت إلى الأبد، لا قيمة لعمر الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذه الرحلة فيقول: ما لي والدنيا، ما لي والتعلق بها وجعلها هدف حياتي، ما لي والدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة، طالع من أكفر رايح مونتريال ولا تورنتو لغيرها، وأثناء الطريق لقى شجرة، مع التعب نزل أن رايح تحت الشجرة شوي، الشجرة وظل الشجرة في الطريق ده هي دي مرحلة الانتقال بتاع الدنيا. إذا يقول: مالي والدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة، استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. يبقى كلنا احنا فين دلوقتي؟ تحت الشجرة، احنا في مرحلة الظل. وفي الحديث الآخر شبهها فقال: الدنيا قنطرة الآخرة. عارفين قنطرة؟ الجسر الكبري، المعبر في أي نهر أو بحر. طيب قنطرة، أي قنطرة؟ قنطرة بين الأزل والأبد، قبلها الأزل وبعدها الأبد، بين الاثنين القنطرة. كلنا فين؟ على القنطرة. في حد هيدوم على القنطرة؟ طيب هل تتصور ان في واحد عاقل يجي على القنطرة يقول: يا سلام، ما أحلى الإقامة على الماء هنا والبحر، ها، والماء والخضرة والوجه الحسن، نبني لنا هنا قصرا فوق القنطرة فوق الجسر. لو واحد فكر يبني قصر على الجسر نعتبره إيه؟ في حد من البشر هيسلم له؟ هيسيبه يضيق على العباد في القنطرة؟ طيب ما رأيكم دام فضلكم كلنا على القنطرة وكل شغل يبني وعايز يقبل على القنطرة؟ يا إخواننا دي قنطرة، معبر، دار ممر وليس دار مقر، لن يعمر فيها أحد، وأحق الناس بالبقاء عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب الأله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، على هذه القنطرة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخلدون. كل نفس ذائقة الموت، كله هيعدي. ولذا يقول تعالى: ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم، هيحرك كل اللي على القنطرة هيطلعهم بره كلهم هيرحلوا، إن يشأ يذهبكم بعدين ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، زي ما دفع اللي قدامكم وحطكم وراه. السنة ماشية. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون. عبور القنطرة لآت، جاي جاي، ما فيش مفر، وما أنتم بمعجزين، ما فيش واحد فيكم هيقدر يفلت منا، هنطلعه هنطلعه، هنخرجه من الدنيا هنخرجه، لا اختيار لنا، لا اختيار لنا، ولكن الخروج بالقهر. في حد عايز يموت؟ حدش عايز يموت. رب العباد يقول: وربك وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. حياتنا صينت بالحفظة، ملائكة يحرسونا. قال: ويرسل عليكم حفظة إلى متى؟
قال حتى إذا جاء أحدكم الموت عندها يذهب رب الحفظة ويرسل القبضة، هو اللي حمانا هو اللي يخدمنا، من يمنع؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وضحت؟ طيب ما الذي يموت منا عند الموت؟ الجسد، الروح لا تموت، الروح ترفع تكمل الرحلة إلى الأبد. لذا قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب معلوماتنا إيه عن رحلة الروح في الأزل والأبد؟ لو لم يحكي الله لنا ده حكيت شيء من المعلومات فقط، كنا نعلمها بوسعنا أن نعلمها بإمكانياتنا العلمية أن نصل لأي معلومة ما ذكر سلامات. كل ده غيب في حقنا، في الأزل غيب وفي الأبد غيب وفي الحاضر غيب. روحنا فينا وهي غيب، حد شافها؟ حد يعرف يمسكها؟ حد يقدر يبحث فيها يرجع لها تجارب؟ سلامات. طيب ده باختصار شديد جدا، وإلا قصة الروح دي عايزة تفصيل. الروح جعل الرب سرها في القلوب، وجعل القلب ده اللي انت بتشوفه يقبض، طبعا شرحناه وعرفنا الجزئين والبطين، أي جزئين أيمن بطين أيمن وأيسر، ماشي. الرب بيّن أن هذا القلب النابض هو عين القلب العاقل المتحكم في كل جوارح العبد وطاقاته الظاهرة والباطنة، جوارح الظاهرة وطاقة الباطن القلب. وبين الرب أنه سر الحياة، فصاحب القلب الحي حي وصاحب القلب الميت ميت وإن كان بين الأحياء يمشي. قال تعالى أو من كان ميتا قبل نزول وحيه فأحيينا قلبه هذا الوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخرج منها. فعد كل موت القلب إيه؟ في ظلمات ليس بخرج منها، بل صرح بموتهم حين قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخر. ادارك يعني إيه؟ يعني مش بالصفر، لا، الدركات أسفل يعني بالسالب، تحت معلوماتنا مش بالزيرو، لا ده احنا تحت الزيرو مراحل في هذا الميدان، بل ادارك علمهم في الآخر. كل ما يتعلق بالأمور المستقبلية علمنا فيه تحت الزيرو مراحل. إذا ندرك هذا القلب، الرب بين أنه مصدر حي حقيقي، فقال يا أيها الذين آمنوا، يخبر الأحياء والأموات في الأحياء، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب إلى أي حياة ندعى الأحياء؟ قالوا إلى حياة القلوب لأنها هي الحياة وبدونها لا حياة. لذا بيّن الرب الحقيقة أن ختم الآية بهذا الختم العجيب، قال إذا دعاكم لما يحييكم وأعلاموا، أعلام هذه الحقيقة أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. وصل المعنى؟ إذا الأمر خطير، خطير جدا. القلب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، غير إذا القرآن بيّن هو مصدر حياة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الملك الحقيقي المتحكم في كل طاقات الإنسان وقواه الظاهر والباطن. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طب ما معلومات البشرية عن هذا القلب العاقل؟ بل الرب بيّن إن حتى الجوارح الظاهرة عملوها من خلال والطاقات الباطنة عملوها من خلال. فقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ملحوظة،
فعل عقد كل مشتقاته جاء في القرآن مقرون بالقلب مش بالمخ. المخ ده آلة مساعدة للقلب. العقل الحقيقي في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كلنا عارفين عمى فين؟ في البصر. لكن رب نص هنا إن العمى الحقيقي فين؟ في القلب. ليه؟ العين ترى. ما الذي يميز المرئي في القلب؟ الأذن تسمع. من الذي يعي المسموع؟ القلب. لذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية كل المفسرين قال قلب واعية، لأن الصنوان ليس موضع واعي، ده ممر يعبر منه الكلام فقط، لكن اللي بيعي المسموع ويحلله القلب. إذا ندرك الدينامو اللي بيحرك الإنسان في حياته والقلب، ولذلك العمل كله عليه، والرب جعله بكل طاقاته. هقول ايه بس؟ مش عايز اوسع اكتر، موضوع القلب ده عايز تفصيل طويل جدا. كل ده محل سؤال لرب غدا، ان السمع والبصر والفؤاد، عما نسال في الفؤاد؟ قوة القلب نفسه اللي شغال. ليه كم قوة؟ أنا بتكلم دلوقتي على قوة القلب نفسه. ليه ثلاث قوى رئيسة؟ الهم، العزيمة، الإرادة. ليه؟ أي عمل أنت تعمله حيمر في القلب خمسة مراحل. مش مرحلة، خمسة. خاطر، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. ثلاث قوى رئيسة. كل الأعمال تبدأ بخاطر. وكل المؤثرات الخارجية اللي حول الإنسان من لطف الله علينا لم يجعل الله لها لشيء منها سلطان على قلبك. أقصى تأثير يملكه كل من حولك أن يلقي بخاطر على قلبك. المرحلة الأولى. كله شغال على الحضانة. KG1. لكن يطلع على مراحل بعدها لا طاقة. النفس تأثيره على القلب في صورة خواطر. كل خواطر مش شرط تروح يطر. القرينان من الإنس من الملائكة والجن، قرين يلقي بخاطر بالطير، الملائكة يلقي بخاطر على القلب، وشيطان يلقي بخاطر في الشر. الخلق من حول كل البشر إما دين الصالح يلقي بخاطر بخير أو دين السوء يلقي بخاطر بالشر. وصلت؟ حتى جوارحك الظاهرة، العين تورد خواطر بالخير ترى والشر ترى. الأذن تورد خواطر بالخير ترى والشر ترى. المخ والخيال يورد خواطر بالخير ترى والشر ترى. ممكن في لحظة واحدة يمر بقلبك ملايين الخواطر. يعزك الله لو أي واحد منكم الآن أخذ جنب وسرح كده شوية ممكن يطلع هذا من أكفل على تورنتو على فرانكفورت على باريس على روما على بكين ويلف الكرة الأرضية ويرجع. هو فين؟ لسه قاعد مكانه. بيحصل ما بيحصلش؟ هذا الكم الكبير خاطر لما يعرض على القلب، القلب يتعامل معه يحلله. كل الخاطر السقيمة العقيمة التي لا قيمة لها يدفن. فإن جاءت خاطر ارتضاها القلب وانشرح لها يبدأ يحركها المرحلة الثانية وتسمى مرحلة الفكرة، وده دور المخ فيها. المخ ده عبارة عن كمبيوتر، والقلب هو المبرمج اللي جالس على الكمبيوتر. واضح معنا؟ مين اللي بيعطي الداتا للمخ؟ القلب. مين اللي بياخذ النتائج المخ ويحللها؟ القلب. المخ دوره حسابات دقيقة جدا 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 فوق ما تتخيل. مرحلة الفكرة القلب يأخذ الخاطرة اللي ارتضاها وينقلها المخ، يقول له درسها لنا، يعمل عملية دراسة سريعة جدا قوية جدا ويعطي النتائج. إن جاءت الفكرة للقلب عقيمة سقيمة دفنها،
إن جاءت الفكرة لها جد وقيمة بها يتحرك القلب فينقلها لمرحلة الهمة. إذا اجتمعت همة القلب تحرك العزم، إذا اجتمع العزم تحركت الإرادة، إذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. يبقى أي عمل تعمله دي المرحلة رقم كام؟ ست. الحساب يبدأ من فين؟ أنا مش عايز أطول، الوقت ضيق، ضيق جدا. هأجلها. الموضوع ده عايز شرح طويل. إزاي نتعامل مع قوة القلب؟ قوة. القرآن ذكر كل هذا تفصيلا. ذكر الهمة بالتفصيل، ذكر العزيمة بالتفصيل، ذكر الإرادة بالتفصيل. عايزين أمثلة؟ وهموا بما لم ينالوا. كلام عن إيه؟ عن الهمة وكيف أنها عمل يؤجر عليه بأسه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان. كلام عن هم العزم. قال فإذا عزمت فتوكل فاصبر كما صبر أولو العزم. ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له. الإرادة حدث عنها ولا حرج. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الكلام عن الإرادة طويل جدا في القرآن. إذا كل هذه المراحل الرب ذكرها تفصيلا تفصيلا. سامحوني، يعني أنا لي سلسلة محاضرات كاملة حول القلوب وأمراضها. بس القلوب لها أمراض ولها أعمال ولها أحوال. أنا بدأت السلسلة في أمراض. من الله علي بألف محاضرة في أمراض القلوب ولم أنتهي منها، وكلها من القرآن مش سنة. إحنا فين؟ إحنا في البطاطا في الضياع. الرب باين إن القلب ده هو ده أقوى مقوم في الإنسان، وده سر تكريمه وتفضيله عن كل الخلائق. طبعا كلنا كل واحد سرح على جهة. لما قال تعالى لقد كرمنا بني آدم، الجماعة بتوع الفلاسفة اللي شغلهم الفكر والمخ يقول لك لا، الإنسان يعني يفضل بالفكر والفلسفة. سلامات. ومن قال لك إن الخلائق لا تفكر؟ أو بالعقل ووزن الأمور. ومن قال لك إن الخلائق لا تعقل؟ الجماعة بتوع الكلام يقول لك لا، الإنسان فضل بأنه حيوان ناطق. حيوان، ده تعريف الإنسان، وما زال يدرس في مدارس الجامعات لأبنائنا. حيوان ناطق. طبعاً تعريف قاله الفلاسفة الجماعة بتوع الكلام اللي عايز يبرهم، يقول لك حيوان من قوله تعالى وإن الدار الأخيرة هي حيوان، يعني حي ناطق. برضو هذا تعريف جامع منه. وإن تأولنا الكلمة هم قالوا حيوان، يعني حيوان. هنقول حياة. الصفة اللي ميزوه بها إيه؟ النطق. من قال لنا إن الخلائق لا تنطق؟ ده كل خلائق تكلم زي ولها لغة نحن لا نعرفها. جهلنا بلغتها لا ينفيها. الجماعة بتوع علم الاجتماع يقول لك لا، الإنسان فضل لأنه اجتماعي بطبعه. سلامات. والخلائق الثانية ما عندهاش سلوك اجتماعي. يطلع لنا جماعة الصوف يقول لك لا، الإنسان فضل بالذكر والتسبيح. سلامات. ومن قال لك الخلائق لا تذكر ولا تسبح؟ لو ضيق الوقت لخضت في الموضوع. لكن كل ده مردود عليه والقرآن رد عليه. ولو عايزين نرد آية واحدة تكفي. آية واحدة مش هفصل أكثر منها. الرب يحكي لنا قصة نبينا سليمان مع نملة. نملة. فيقول تعالى: وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي إيه؟ النملة. قالت إيه؟ قالت نملة ولا النملة؟ نملة مزلفة ولا يعني ماهيش أميرة ولا سفيرة ولا وزيرة ولا مسؤولة. لا، دي نملة معاهم النمل.
ومش ساكنه في وسط في التاون داون في وسط الوادي، لا ده في اطراف الوادي، يعني نمله فقيره غلبانه في اطراف المدينه. لكن رات خطر يحدث من جنسها، تتصرف ازاي؟ تخيل لو جبنا واحد من عيلة القوم من البشر وحطنا مكان النملة وجيوش جاية على بلدي هتدمرها، هيعمل ايه؟ طيب اينا اعقل، نحن ام النملة؟ ده جاي لك اهو. الرب يقول قالت نملة، يعني تتكلم بتعريفنا تبقى انسان عشان هي حيوان ناطقي. هنقول حي ناطق، هي حي وناطق. هنقول حيوان ناطق، حيوان ناطق. دخلت معنا النملة وما دخلتش في تعريف، يبقى ده اسم تعريف جامع منع، لا جامع ولا منع، ولا ينفع تعريف اصلا. وصل المعنى يا اخواني؟ تكلمت ومش اي كلام، ده لما رأت الخطر ما بتهزرش. ما احنا ممكن نتكلم ونقول اي عك، وتشوف شبابنا على النت وعلى وسائل التواصل تسمع كلام تشعر ان مفيش وعي خالص. بل الرب وصف هذا، قال وصف المنافقين اللي قلوبهم مختله، قال واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم ايه؟ يعني خشب مسند. الواح لوح، عارفين لوح خشب؟ لوح خشب مش بشر. اذا القضيه مش قضيه كلام، لا ده النمله لوجود الخطر ذكرت جملة أوجزت وأجملت وجمعت كل ما يمكن أن تجمعه في أجمل واحدة. يقول الإمام قرطبي قول النملة جمعت فيها 10 أساليب بلاغية. كلامنا فيه كم أسلوب بلاغي؟ ولا أفكر فيها إلا برحمة ربك وقليل منهم. قالت نملة يا أيها النمل، عملت إيه؟ دنادت بأعلى صوتها. نادت ليه؟ مش تحذير بس، ده قمة السلوك الاجتماعي. نملة ترى جيوش لسيدنا سليمان، مش أي حد، جيوش من إيه؟ من الجن. طب تخيل بالله عليكم احنا جالسين هون، لو دخل هنا عفريت حد هيقعد يقول في درس؟ عفريت واحد، فما بالك من جيش من عفريت وجيش من الانس وجيش من الطير، ترعب الدنيا. النمله ترى هذا الكم الرهيب من الجند وتتماسك وتفكر وتزن الامور موازين العقل. طب اعمل ايه؟ لو رفعت صوتها سيدنا سليمان تعلم انه يعلم منطقها وكلامها. سيدنا سليمان صرح هذا، قال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. الرب علمه لغه هذه الخلائق، ولها منطق ولها لغه، وده في رد على اللي قاله الانسان حب نطق. طيب وهي بين خيارين، إما أن تضحي بنفسها وتوخذ مال جنسها فترفع صوتها ويعرف مكانها وتقتل، وإما أن تختفي وتنجو ويحلى غيرها. أي الموقفين اختارت؟ أن تضحي بنفسها فداء لبنة جنسها. يبقى دي بطلة مش بطلة؟ بكل موازين العقل تصرفها ده قمة السلوك الاجتماعي أم لا؟ يبقى الانسان الاجتماعي بطبعه هو اكثر اجتماعيه ولا النمله؟ هات اي راجل منا احطه مكان النمله. هقول لك يابا انا مراه طوفان تغرق الدنيا فكيك. اذا ندرك قالت نمله، طب تعمل ايه؟ تحذر. صوره التحذير ايه؟ النداء بأعلى صوتها. الناء الياء تفيد النداء البعيد عشان تسمع اكبر قدر من عالم النمل. يا مش وشوشت ولا اسرت، يا ايها النمل ادخلوا مساكنك. طب انت مين عشان تدينا اوامر؟ ما برضه هتلاقي في النمل
واحد واحدة ركع، واحدة دماغها ملكوسة، ها؟ واحدة ليبرالية ولا اشتراكية، أي حاجة كده. صاحب فكر مخالف. هتنازل. أنت مين؟ وتنادينا ليه؟ وتأمري ليه؟ وعشان إيه؟ إيه دخول مسيرتكم دي؟ لو أنها نادت فقط لتجمع النبوة أهلك. ولو نادت وقد تدخلوا مسافركم هيطلع كل لقع يعترض. أولا لم تجمع النمل لأهلك، ثانيا لم تدع فرصة للقع أن يتلكع، لأنها عللت وبرهنت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ثم حددت ليه. ده نذير، والنذارة ما تحتاج منصب، تحتاج لمن عاير وراء الخطر. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. ما قالت لا يقتلنكم، لأن عارفة أن القتل أهون في النملة من التحطيم، لأن جسمها زجاجة وتحطيمها تعيش مشلولة عاجزة بقيت عمرها. الموت أهون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. عارفة سليمان؟ أيوة. وهم لا يشعرون. عارفة مشاعرهم؟ أيوة. الكلام ده قمة العقل مش قمة العقل، قمة الفكر وليس قمة الفكر. يبقى احنا بس نتفلسف ونعرف نفكر بعقل، ولا النملة أعقل من ملايين منا؟ وصل معنا؟ أين موضوع التفضيل؟ سلامات. السلف وعاء قال موضوع التفضيل حقيقي القلب، القوة الرئيسة في الإنسان اللي الرب أعطاها طاقة لا حد لها ولا نهاية. أنا مش عايز أفصل، الوقت خلص وعندي محاضرة تاني مرة. الرب أقسم على أن سر تفضيل الإنسان في قلبه، وهو ده الخلق العظيم جدا اللي ميز به الإنسان. قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه. أين حسن التقويم؟ في طاقة القلب، الطاقة الوحيدة التي ليس لها حد. كل طاقتك لها حد، السمع لحد زمن مكاني، البصر لحد زمن مكاني، كل طاقات المخلوقات لحد زمن مكاني. طاقة القلب والرب فتحها بلا حدود. يعني وسع الإنسان إنما طاقة قلبه أن يعطي به عطاء أمه. خالد بن الوليد لما نمى قلبه أعطى عطاء كم بشر؟ مليون. مليون، مش خمسة ولا ستة، مليون. لما مات خالد جاءت أمه تبكيه عند بيت عمر، قالت أيها المسلمون لقد مات اليوم رجل بألف ألف رجل، بمليون. خرج عمر سمعها فعرفها، قال هو ذاك بألف ألف رجل. جابهم فين؟ كيف سمى بقلبه حتى أضاف لبدنه مليون ضعف قوته؟ شيء عجيب. لو لضيق الوقت لشرحناها بالتفصيل، لكن ليس هذا الوقت خلاص. فالرب أقسم على أن هذه الحقيقة هو حسن التقويم في الإنسان. ما معلومات عن القلب؟ صفر. ولولا أن الله فصلها ما عرفنا، ما عرفنا ولا سبيل لنا إليه. نعرف القلب نابض، لكن العاقل نوصله إزاي؟ مش هيدخل تحت المجهر، ها؟ ولا تصور الأشعة فوق البنفسجية ولا تحت البنفسجية ولا ها؟ ولا المقطعية ولا المغناطيسية، كل ده مش حقيقي. طيب دول أخطر قوة في الإنسان، الروح وسرها في القلب، وده الدين والمحرك كل الإنسان. أوجد الرب معه خمسة قوى في الصدر: النفس. النفس، معلومات الإنسان دي عن النفس طبعا ما محفوظة. كلمة النفس في القرآن وردت بمعنيين: النفس بمعنى الذات، يعني الإنسان كله على بعضه، والنفس بمعنى القوة الخفية الموجودة في صدر الإنسان وتؤثر في قلبه وتتأثر بقلبه. لما يخاطب سيدنا عيسى أكبر يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني بنفس الله ذاته.
تعمل الذات. لكن لما يقسم الرب على النفس يقول نفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلام على الذات ولا على النفس اللي في الصدر؟ طيب دي قوة موجودة طبعا. القرآن ذكر فيها تفصيل طويل، نفس اللوامة وصفها، نفس الأمارة بالسوء وصفها، نفس المطمئنة، تفصيل عجيب. قوة موجودة في الصدر ولا أدنى الإنسانية. مع النفس قوة ثانية، يبقى عندنا قوة مركزية القلب والروح، يقابلها خمسة جوارح ظاهرة: السمع، البصر، الشم، الكلام، اللمس. يقابلها خمسة قوة في الصدر: باطن وطاقات. النفس رقم واحد. يأتي بعد النفس حاجة اسمها البال. تسمع عن البال؟ كلنا بندعو بالبال، نتكلم عن البال. يا ابني خلي بالك، ضع هذا الأمر في بالك، الله يصلح بالك. والشباب عكس بعض يقول له بالي بالك، مش كده ليش يا وطول بالك، مش كده ليه؟ طب ايه هو البال اللي احنا بندعو لبعض بيه؟ ولا احنا ولا على البال ولا على البال. الرب ذكر البال في نص الإخوان، قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وطبعا احد يقول دي في الآخرة، لا مش في الآخرة، لأن الآية فيها قراءتين: والذين قتلوا في سبيل الله، والقراءة الثانية: والذين قاتلوا في سبيل الله. يبقى تخص أهل الدنيا وأهل الآخرة سيصلح بالهم. بل صرح في آية أخرى بأنها خاصة بأهل الدنيا، فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. طب إيه هو البال؟ سر، يعني أقصى ما نسعى إليه حقيقة في البال، السعادة. السعادة ما فيش مخلوق فيها ما بيدورش على السعادة، ولا في مخلوق بيدور عليه على الشقاوة. يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى في كتاب له كتاب طريف اسمه تهذيب النفوس، يقول: فطر الله كل البشر بلا استثناء على دفع الشقاوة عن نفسه وجلب السعادة له. الكل متفق على هذه الحقيقة. طب السعادة في إيه؟ في البال. واحنا بندور عليها في إيه؟ في النساء والمال. بندور في سكة ثانية، في النساء، في المال، في الجاه، في السلطان، في كثرة الأتباع. احنا في وادي والسعادة في وادي ثاني. لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما السعادة؟ لخصها في ثلاثة، ثلاث قوى. قال: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. وميز بين كل قوة. احفظوا الكلام ده غالي. السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. وصل المعنى؟ كلها قوة في الصدر. ما علم البشرية بها؟ صفر. طيب نفصل؟ لا، احنا لسه معانا ثلاث قوى لسه. احنا ذكرنا غير القلب والروح، ده القوى المركزية. الفطرة. طبعا كلنا المشايخ حفظونا حديث الفطر. كل مولود يولد على الفطر، مش كده ليه؟ فطرة الإنقياد لله والأمن. هل هذه هي الفطرة فقط؟ لا يا إخوان، الحديث بين عمل من أجل أعمال الفطر. ده عمل من أعمالها وليس كل عملها. إيه الفطرة دي؟ قوة عجيبة في صدرنا. الرب جعلها سر حفظ الإنسان وحمايته. أي نقص يحدث في جسمك اللي تتفطر إليه الفاطر أرجال الفطرة وتدفعك لمكان علاجه، مش للعلاج ده، تحدد لك المكان الدواء فيه بالضبط. تعرف الدواء؟ أيوة. الفطرة دي أدق طبيب عرف والناس عنها في غفلة. لما يحصل عطش، نقص في المي، هتلاقي نفسك عايز مي،
طب ايه اللي بيخليك تكون عايز ميه؟ مش العطش، الفطر. هتقول لي الميه العطش، طيب لما اقول قصب سكر هتلاقي الفطر صعب، اي حاجه سكريه، اي حاجه سكريه هموت، حاجه سكريه. لو نقص في الملح اي حاجه حرش. الكلام ده طبعا احنا عاقلين عندنا، لان احنا بنعرف ما شاء الله في اليوم ثلاث اربع مرات، فقليل هذا فيه. الكلام ده هنجد واضح جدا 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 عند المراه في اشهر حملها الاولى. الفقهاء سموها باشهر التوحم. اشهر ايه؟ يعني التوحم. الفطره بتدفع المراه لطلب كل ما يحتاج اليه جسمها ايا كان. ليه؟ انسان بيتكون داخلي، مكونات جسم ياخدها من فين؟ ايه اللي خلاهم تديها؟ فطر الرب المراه وجعل فطرتها تقدم ولدها على نفسها. الولد محتاج كالسيوم، فطره المراه تدفع كل طاقات الجسم لتحويل كل الكالسيوم الداخل عليه. كالسيوم في الاكل يستخلص من المعده، كل اللي يستخلص الفطره توجهه للطفل، ما وفاش حاجه للطفل. تصدر الامر للدماغ بنزع الكالسيوم من عظام الام وتحويلها على الطفل لغايه ما يستوفي. استوفى الطفل، النقص بقى عند مين؟ عند الام، هي اللي تتوحى. نقص في الكالسيوم تلاقي مره واحده جوز حبيبي عايز حليب، اتحدد النوع اللي في النقص، عايز حليب. طب ما فيش حليب؟ زبادي. ما فيش زبادي؟ جبنه. تلاحظ حاجه، لا تطلب الا ناقص عندها. لو النقص في الحديد تلاقيها تتوحى، عايزة كبدة. يا وليه مفيش كبدة؟ طب يبقى سبانخ. طب ايه عقلها؟ لا سبانخ بالكبدة، ده نقص في الحديد. من الذي وجه الفطرة لتحديد موضع الدواء؟ النقص في البوتاسيوم، تقول لك عايزة موز، مفيش موز، يبقى بطاطس. يا اخوان فطرة، فطرة والناس عنها في الوقت قوة عجيبة. من ضمن أعمال الفطرة حاجتها الشديدة لرب يحميها يرعاها، حل نومها، حل مرضها، حل عجزها. الكلام ده فطري حتى مع أكفر خلق الله، ورب نص عليه أكفر الخلق لو ركب السفينة وكان في وسط البحر وعصفت الريح وهيغرق، هيقول يا إيه؟ هيقول يا بابا ماما ده كافر ملحد ولا اعترف بالإله. يا رب طب فيك وآمن يا نك. ولذا قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. مش هتلاقي غيره، فطرتك هتدفعك بالقهر للطلب منه. وصل المعنى؟ فطرة. ولذا الرب سماها خلق، فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، اي خلق الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، مش هتغير. دي قوة أخرى من هذه القوة. ها؟ يبقى كده كام؟ ثلاثة: النفس، البال، الفطر. القوة الرابعة عشان الوقت خلاص، تسمى العاطفة. طبعا كلمة العاطفة كلنا ايه؟ بنعشقها. كل عايز العواطف، وشاف عاطف امه ومراته، عايز العاطفه خاصه عند النساء، يعني حاجه ما شاء الله ربنا يعني كرمهم بها اخر كرم. وعاطف النساء اقوى بكثير من عاطف الرجال. الرب سمى العاطفه في القران الميل. قال تعالى: فلا تميل كل الميل فتذروه كالمعلق. وقال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم خلق الانسان ضعيف. الحديث سماها العاطفة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إزاي أشعر بشعور غيري؟ إيه العاطفة؟ العاطفة مش ماديات، جل عملها على المعنويات. ازاي اقرا في عين غيري
حاجته؟ فين أمي؟ أين أبويا؟ الإسلام يحرضنا على هذا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر نظرة العين إلى أبويه بعين الرحمة، نظرة بعين الرحمة والشفقة والفطرة والعاطفة، غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بنظرة العين، بعمل عاطفي واحد. سلامات. الصحابة لما سمعوا الكلام ده قالوا إذا نكثر رسول الله ننظر اليوم كله، قال والله أكثر أطيب. ولذلك جعل الرب أحد أسباب دخول الجنة إعمال هذه العاطفة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقال عذاب السماء. الشفقة عمل من عمل العاطفة. الشفقة إيه العاطفة؟ المرأة عالية جدا عندها. طبعا الرجالة اللي يهموا الفلوس والمال والبزنس والدولار، ولذلك تلاقي كثير من الرجال كل همه مع المرأة إيه؟ أوفر لها أحلى أكل وأحلى لبس وأحلى عيشة وأحلى سيارة، ده كل همك. هي همها في حاجة تانية بقى، العاطفة. بل يحضرنا حديث المزارع لما إحدى النساء تصل زوجها فتشكو وتعيبه مش في المال، في انعدام العاطفة. تقول زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولد الكف فعلا بس. الكلام كله على العاطفة. يعني إذا أكل لف، طبعا الست عزة الله قاعدة طوالي يوم مستنية جوزها، السبع جايب الفلوس بقى وجايب وجاي، فبتنتظر جهز له احلى طعام. كم كابدت في اعداد الطعام؟ ممكن تكون حرقت ايديها ورجليها وصدرها وتبهدلت وفي الحر الشديد وتقف قدام النار بالساعات وبتسوي له احلى اكل. خلصت الاكل تطلع فورا تتزين وترجع تزين السفرة. مسرح. سفرة. ازاي تظبط الاكل وازاي تظبط القعده وتمنع العيال ما حدش من ايده عشان بابا لما يجي. ننتظر بابا. واحده مستنيه بابا عايزه بس عاطفه. نظرات عينيها فين؟ عليك. انت جاي من الاكل. يا ترى لما هتشوف الاكل هيشغلك الاكل عنها ولا تشغلك هي عنه؟ اول لقمه هتحطها في فمك ولا هتديها لها؟ هي منتظرة دي. يا سلام لو قدمت على نفسك منزلتك تطلع السنة. المرأة بتشكو بتقول أنا قاعدة مستنية. هياكل. طب أول لقمة وضعها في فمك. طب يديني التانية. مفيش، حط التانية. مستنية التالتة. حط التالتة. الرابعة. العاشرة. مفيش. لغاية ما خلص الطبق كله. الطبق فيه لحسات في الآخر. طب سيب لي اللحسة مش هتلك حاجة. قالت لا، إذا أكل لف مسحه. ما خلاش. طيب أعذرك جعان وجاي تعبان. جعان أعذرك. طب المي هتدفع فيها فلوس؟ مستنية أول بق. يا ترى هتشرب أنت الأول ولا هتديها المي الأول تكافئها على اللي عملته؟ المجهود تعالى كله وانت مش في فكرك اصلا. ده واجب عليها وفرض عليها. شغل ده مش شغل عاطف، ده شغل بلطجه. وصل المعنى؟ منتصر. طب كوبايه المي، حط الكوبايه على فمه. طب اول بق مفيش، نظراتها رايحه على البق، على الكوبايه. هتنزل ولا مش هتنزل؟ هتتحول عليها ولا مش هتتحول؟ يا اخوانا احنا كثير من الرجال لا يفكر في هذا. الحديث يذكر هذا يعلمنا وحي. ده كلام رسول الله يا اخوان مش كلام، والنبي يحكيه ليقرر صلى الله عليه وسلم. طيب اذا شرب، قالت اذا شرب اشتف، عمال ياخد البوق ورا بوق لغايه ما خلص الكوبايه. الكوبايه لما تقلبها على فمك وتيجي ترجعها فيه نقطه يقينا انها ترجع على الازاز من جوه. هذه تسمى في اللغه الشفافه. تسمى ايه؟ الشفافة، البقية الأخيرة. المولية قاعدة مستنية الشفافة دي. لما يقسم من كل حاجة عمال يبلع لغاية ما خلص الكوباية. بعد ما خلصها
ومستني الشفافة. بدأ من هنا كوبايتك بالشفافة، راح قلب الكوباية مرة تانية جاب الشفافة. قالت وإذا شرب اشتف، يعني حتى الشفافة ما تركت. طب اللي عمل كده أعذرك، جعان وعطشان، والكلام ده بنقول نساء عشان برضه تعذره، جعان وعطشان. طب أكلت وشربت وانبسطت تنتج؟ قالت وإذا أنا ملتف، مفيش إنتاج. هعذرك جعان وعطشان وهل كان ماشي؟ أقل شيء يعطيني أنك تشعر بعواطفي، أقل شيء ذكرته. قالت ولا يولد الكف فعلا، بس أقل شيء تعمله حط إيدك على صدري، أشعرني أنك أنت صاحب عذر وأنك أنت بتضع يدك على صدري لتسمع نبضات قلبي، فتستنبط منها أحزاني وألامي. لذا قالت ولا يولج الكف، أي لا يضع كفه على صدري ليعلم من خلالها نبضات قلبي ومدى حزني أو أحزاني. بس الشكوى، ولا يولج الكف فأعلم البس، بس الشكوى، إنما أشكو بسي وحزني إلى الله، يعلم إيه اللي زعلني إيه اللي مضايقني. مجرد ما بتحط إيدك وتشعرها إنك أنت بتتحسس ما عندها من ألام، الأمر ده بيريحها جدا 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 نفسيا عاطفيا. بالليل، بالليل مش أثناء الصيام يا سيدي، في الصيام كله يتلم وخلي عنده دم، فلا رفس فلا رفس ولا رفس، واحنا قلنا الكلام ده ماشي. إذا ندرك جانب العاطفة جانب خطير جدا، والعاطفة موجودة عند رجال النساء، الشرع جاء ليعملها ليعملها. السيدة عائشة أم المؤمنين تحكي موقف من أشد البشرية وقارا، تقول كان رسول الله يتحين إذا شربت الماء من الكوب أن يأخذ الكوب بعده ويديره ليضع فمه مكان سؤري، حطه مش من أي حتة يشرب، لا من مكان وضعت فمها فين. الكلام ده بيجعل منزلة الرجل عند المرأة تصل للسماء. كلفك حاجة، دفعت فلوس، ما فيش غرام مالية يا إخوان، لكن ستسعد المرأة وهتجعل المرأة تعطيك عينيها. إحنا أصبنا ببلادة في العواطف قاتلة. كثير من الناس يقول لك عم الشيخ، مرة كنت بدي درس كده مع إخواننا في دولة عربية، قال لي عم الشيخ أفسدت علينا النسوان. ولا بفكر تلاقي الراجل قاعد يقولها مش مراته، ولا بحبك ولا حشين، انت يا بيه انت يا بيه. نسأل الله العافية. خد هذا جانب خطير جدا، والشريعة ذكرت فيه تفصيلات دقيقة جدا. ما علوم البشرية عن عواطف؟ قوة موجودة في الصدر. خامس قوة هختم بها، الهوى. والهوى مش النفس اللي بتنفسه، ولا الهوى هواية، لا، الهوى ده قوة موجودة في الصدر ولها ارتباط شديد جدا بالنفس، وهي تستهدف النفس، إن تمكنت منها استعانت بها على القلب حتى تخضعه، ولو خضع القلب لها تمكنت من كل جوارح الإنسان الظاهرة وقواه الباطنة. دي أخبص من الشيطان. لذا جاء نص القرآن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جعل نفسه لا تمكن الهوى منها أبدا ولا تجعل الحكم فيها أبدا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وصل المعنى ده؟ طيب الرب بيّن ما هو أشد، إن بعض الناس اللي حكموا أهواءهم في نفوسهم وتحكمت في قلوبهم
صار لا يرى إلا ما يهوى. كل ما هو بين يديه لا يرى منه إلا ما يهوى، ينتقي ولا يسمع إلا ما يهوى ولا يفكر إلا فيما يهوى، وكل طاقاته خضعت الهوى، فصار إلهه الحاكم له. والقرآن وصفه بهذا، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ممكن يكون استجابة حاصل أعلى الشهادات ويفعل أفعال لا يفعلها طفل. يا دكتور يا أستاذ بتعمل كده ليه؟ يقول لك هواه يا أخي، مزاج. هو ده هواه ومزاج، من غير قواعد، لا قواعد أخلاقية ولا أدمية ولا إنسانية ولا ربانية، انتهى. الهوى بيتلاعب بيه، تلعب الصبيان بالكرة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه بالهوى؟ أيوة. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تتذكرون. وقال في أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت لا تجرع الطاعة. الصاحب الهوى يا إخواني لا يؤثر فيه لا رسول الله ولا كل رسول الله. لذا يقول تعالى: لسيد خلقي وأسمى الدعاء في التاريخ الإنسان كله، يقول: أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى دول، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أصلا أو يعقلون؟ ده لا سمع ولا عقل، الهوى خلاص دمر السمع دمر عقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. ما أدرك بها في ميزان الله ما حصل بها. واضح المعنى؟ الآيات عن الهوى كثير، ولذا جاء الحديث: لا يؤمن أحدكم، لا يثبت له إيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى كل هذه القوة في صدورنا، ما علم البشرية بها ونحن في القرن الحادي والعشرين وفي عصر الليل؟ كل هذه القوة لا يعلمها إلا خالقها، ولا يعلم علمها إلا هو، ولا يعلم قواعد التعامل معها إلا هو، ولا يضبط إيقاعها إلا هو. الرب وضع لنا كل هذه التفصيلات. بل أعطيكم خلاصة في كلمتين، آية واحدة أختم بها الدرس، آخر آية فيها يقول تعالى: والله يا إخواني لو علم هذه الآية وحقيقتها أهل الأرض لقاتلونا على لوح السيوف. مليارات مليارات من الأموال تنفق سنويا للعلاج النفسي العصبي، وكل ده في الوحي موجود من غير أموال من غير نفقات. اسمع الآية دي، فيها يقول تعالى: يا أيها الناس، يخاطبنا احنا الوحيدين المؤمنين ولا كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة؟ ركزوا معي في السياق. يا أيها الناس قد جاءتكم، بكاف الخطاب من جنب، موعظة من ربكم، برضو بكاف الخطاب من جنب، وشفاء لما في الصدور. ما يقول الإمام البيضاوي المشطبي: أجمع علماء الأصول على أن ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدر من تقاطر الكنيات. الله، يعني الابتلاءات اللي بتقع دي بتأثر على الصدر؟ أيوة، كل القوى دي لها دور فاعل. ولذلك رب ميز بينها وبين عمل القلب، يقول تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء بالصدر كله، يبقى الانتقاد السبع: الروح والقلب القوى المركزية، ثم القوى الخمسة. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، جعل ابتلاء الصدور والتمحيص القلوب. وفي أخرى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام، يبقى الشرح يقع على إيه؟ على القلب بس ولا على القفص الصدري العض والعضلات؟ سلامات على كل القوى اللي في الصدر. ها؟
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ربه فويل للقاسية قلوبهم. فجعل الشرح الصدور والقساوة القلوب لا كثير. إذا ندرك هنا يقول وشفاء لما تشمل كل ما في الصدر، يبقى كل الأمراض والشبهات والشهوات اللي في القلب في النفس في البال في العاطفة في الفطرة في الهوى في الروح علاجها في القرآن. لكن أختم بآخر كلمة، وشفاء لما في صدوركم ولا في الصدور. طب ليه عدل؟ السياق كله بكاف الخطاب، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما كم توقع في صدوركم. الرب لم يقل في صدوركم، قال وشفاء لما في إيه؟ الصدور. فجاب اللفظ العامة الصدور بالألف واللام، واللام هنا الجنس جنس الصدور كلها. ليه؟ لأن القرآن لم ينزل لنا وحده، بل جاء للعالمين، إنس وجن وحيوان وغيره وملائكة وغيره. كل مخلوق له صدر فيه قوة خفية لا يعلمها جعل الرب علاجها في القرآن. وشفاء لما في الصدور، لأن ده مش كتاب لينا، ده للعالمين إخواننا. بل الرب صرح إن العالمين دي لها صدور، فقال تعالى في موضوع آخر أليس الله، وده استفهام إنكاري، أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يبقى الصدور عامة ولا خاصة؟ طيب والقرآن جاي لعلاجها كلها ولا النساء بس؟ لذا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن ما بعد حين. إلى آخر الآيات. وصل المعنى؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته، العلم ده كله بفضل الله ورحمته من غير استحقاق منه. قل فبذلك ولا بهذا؟ طب ليه قال بذلك؟ هذا اسم إشارة قريب، لو قال بهذا أي بهذا القرآن أمامه فإحنا مغلق دم، فبهذا تمشي. ولو هذا القريب ذاك للمتوسط ذلك البعيد جدا. قال فبذلك، بذلك السمو والرقي وعلو المكان، لذا قالوا البعد هنا بعد مكان المكان. فبذلك فليفرح رحمه الله، زم الفرح بلا سبب، فقال لا تفرح إن الله يحب الفرحين، لكنه مدح الفرح هنا لأن أعظم نعمة أوتيها الإنسان هذه الحقائق المتعلقة بانفصاله وصدر خلائق. فبذلك فليفرحوا هو خير مما إيه الله، يعني علاج ما في الصدور خير من كل ما نجمع من أموال وأولاد وجاه وسلطان ونساء وكل ما يجمع. رحم الله ابن الخطاب أرسل يوم خادمه ليحصي له بالغنيمة، أعطاه ضخمة جدا، فالغلام عجز أن يعدها، فجاء يعتذر لعمر، قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته، عسى تدري سيبها لنجد. فسيدنا عمر علاه بدرته على ظهر الباب، قال ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه فضل الله ورحمته في وحي. ثم تلا هذه الآية، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. لا بد من متابعة الهوى في كل شيء، ومعرفة مراده ووضعه في ميزان الشريعة. الحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيه؟ هواه تبع لما جئت به. ده عايز شرح تفصيلي، إن احنا نوقن أولا كل ما يهواه الهوى يعلمه الله ولا يخفى عليه. طيب كل ما تشتهيه نفسك يعلمه الله ولا يخفى عليه. طيب هل تتصور أن هناك شيئا تهواه أو تحبه أو تعشقه أو تشتهيه الرب لم يشرع لك فيه؟ طيب كل ما تشتهيه الرب يعلمه ووضع له قواعد التشريعات، أي التشريعات أنفع لك؟ شرع الله أم شرع نفسك وهواك؟ نفسك تحب الأكل
والرب يعلم تحب لك، أحل لك الحلال وحرم عليك الحرام. الحلال قد إيه؟ مفتوح مش آخر. يسألونك ماذا أحل لك؟ كل حاجة طيبة، كل طيبة حلال. طب المحرمات أنت ما أصر عليك، واضح؟ طيب نفسك طفسة والهوى طفس، اشتهى المحرم، هتاكل المحرم، قلت ميتة ولا خنزير ولا غيره، هيضرك ولا ينفعك؟ يقين هيضرك، عاجل أو آجل. طب أيهما أنفع لك؟ ده أنت ممكن تاكل حاجة حرام تعذب بها شهور تحرم الحلال. أيهما أنفع لك؟ أمر الله أم أمرك؟ هدي رسول الله أم هواك؟ لابد من عقد هذه المقارنة باختصار شديد، وضحت؟ طيب طعم حلال بلاش الحرام، ونفس اشتهت المزيد، لقيت حلة محشي وانت بتحب المحشي بدل ما تاخد التلت عايز تعملها أربع أكلات. لو عملت العملة السودة دي هيحصل لك ايه؟ هتستمتع؟ ده المتعة في ثلاث لقيمات، في ثلاث أول ثلاث صوابع، وبعدين كله زيح العاية مرة. النتيجة ايه؟ هتهلك وهتتعذب وهينكل بيك وهتستمر أيام محروم الأكل وما تشتهي بسبب اتباعك لهواك. الرب يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أي الأمرين لك أنفع؟ أمر الله أم أمر هواك؟ لو أيقنت أن أمر الله أنفع لك ما قدمت أمر هواك عليه. وصلت دي؟ ده باختصار شديد، آلات سريع من غير تفصيل، التفصيل يطول، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وسلم وبرحمة حسن استماعكم، وأشكركم على صبركم علينا الوقت اللي كله، ويعني وعلى حسن الضيافة وعلى حسن استقبالكم لنا وتحت الفرصة لنا للدعوة بينكم. أسأل الله أن يغفر لنا لكم ويعفانا عنكم ويتقبل منا منكم، وسامحوني في أي تقصير أنا اجتهدت قدر وسعي، أرجو الله أن يغفر لي أي تقصير معكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم.